الله أكبر من كل ساحر وساحرة من القريبات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من الأمهات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من القريبات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من الأمهات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من القريبات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من الأمهات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من القريبات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من الأمهات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من القريبات الله أكبر من كل ساحر وساحرة من الأمهات للفراق والطلاق من القريبات للفراق والطلاق الله أكبر من كل ساحر وساحرة من الأمهات من القريبات من الأمهات من القريبات للفراق قوي للطلاق قوي للأمراض قوي للتحكم في العقول والقلوب قوي الله أكبر من كل ساحر وساحرة من الأمهات من القريبات ثعبان غواص عظيم ثعبان غواص مبين 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 في اليقظة عظيم في المنام عظيم في العورات عظيم في القلوب عظيم في العقول عظيم في الدماء عظيم ثعبان غواص عظيم ثعبان غواص مبين ثعبان غواص عظيم ثعبان غواص مبين في الإحساس عظيم على الإحساس مبين على الشهوة عظيم على الشهوة مبين ثعبان غواص عظيم بالحياة عظيم بالأفاعي 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 عظيم ثعبان مبين من الأقارب عظيم من القريبات عظيم من الأقارب عظيم من القريبات عظيم على الشهوة عظيم على الإحساس عظيم على المحبة عظيم على الزواج عظيم ثعبان غواص مبين ثعبان غواص عظيم بسحر الأمهات عظيم بسحر القريبات عظيم جلاه الله جلاه الله جلاه الله جلاه الله كنا نبحث عنه قال أوصيت بالسكري ولم أعلم السبب وجدت راس حمار في البيت ولم أعلم السبب زوجتي تكلمت معي الآن من أوروبا في الهادي تشكو أن زوجها أصبح بعيد وثمن نشوز والعصبية والبعد بينه وبين زوجها وزواج سنوات زاد شابا ثم يتلب السكري يا ثعابين يا رحيات نعم البيت خرب في الإحساس والحب والفراش وأصابه بالسكري حتى لا يقترب من زوجه نعم والمشاكل بينه وزوجه ولا يعلم السبب يرى حياة ويرى شعبان
ووجد حقيقة جمجمة كلب في بيته. نعم، سحر القريبات والأمهات، التحكم في العقول، التحكم في البنات، التحكم حتى في الأبناء، التحكم حتى في الأموال والخيرات. صحبنا صحبنا سحر عظيم، رأس كلب، سحر عظيم. لماذا لماذا كل هذه الأسحار؟ ليتعب، ليمرض، ليطلق، ليبتعد عن زوجه حتى لا يعاشر زوجه، لا إحساس ولا شهوة. قال لي: أصبحت طبيبا خبيرا في مرض السكري لكثرة ما أتابع السكري وأبحث السكري وأقرأ على السكري. والله المستعان. صح أم لا؟ زوج تعذب، هو يتعذب، والبيت يتعذب. وقال لي زوجه: الأبناء كلهم يمرضون، أمراض أمراض، ولا نعرف السر ولا السبب. سبحان الله، السحر، السحر حتى يتعذب، ويتعذب زوجه وزوجته، ويتعذب الأبناء، الكل في عذاب. لتكون النهاية ماذا؟ باش باش يوصلوا اطلاق العذاب. ها؟ العذاب العذاب العذاب. شحال شحال من عام انت فيه؟ العذاب شحال من عام انت فيه؟ ها؟ شحال من عام؟ شحال من عام؟ اييه. شحال من عام انت فيه؟ تكلم. شحال من عام؟ اي نعم، شحال من عام انت فيه؟ ها ثعبان مبين. شحال من عام؟ يا رب ثعبان ويا رب حيان. شحال من عام قال لك؟ ويلي شحال من عام قال لك يعني؟ ويلي شحال من عام؟ شحال من عام انت معاه؟ شحال من عام انت معاه؟ بزاف. كم سنة؟ 5 سنوات؟ 10 سنوات؟ شي 9 سنوات. اسمع جيد، 9 سنوات على وجهك. اللهم اجعلنا سبب الفقر والشفاء والدواء يا رب العالمين. 9 سنوات الزوجة بتعذب 9 سنين، هو كي تعذب 9 سنوات. والله المستعان. 9 سنوات. نعم 9 سنوات. وش عملتي في 9 سنين؟ وش عملتي لي؟ العذاب، المشاكل، الصداع. العذاب، المشاكل، الصداع. الله المستعان. الله المستعان. العذاب، المشاكل، الصداع. الصداع، 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 الصداع. العذاب والمشاكل والصداع. شنو المشاكل اللي كتعمل له؟ شنو هي؟ شنو المشاكل اللي كتعمل مع زوجته؟ ما هي؟ تكلم. نعم. شنو هي المشاكل اللي كدير ليه؟ المشاكل؟ صداع روينة. مع من؟ روينة صداع. روينة. مع من الروينة؟ روينة مع الزوجة. هي الزوجة. هي الزوجة، ولكن هو تيبغيها. تيبغي ما تبزاه. والله المستعان. والله المستعان. شو المشكلة اللي كتعمل لي مع مرتك؟ شو المشكلة اللي عملتي لي مع مرتك؟ تكلم تكلم. غفر الله لنا ولك. قل امين. شنو عملتي لي مع مرتك؟ تكلم. وعلو الناس ضعف، ضعف من عش. عمل المشاكل فيه هو الضعف. وأحيانا يكون عكس ذلك عند الزوجة، لا تستطيع أن تكون مع زوجها ولا أن تأتي زوجها ولا يستطيع زوجها. الله المستعان. إحنا الزوج هو الذي أصيب. نعم. وشنو عملت لي كذلك المشاكل؟ شنو المشاكل تعمل له كذلك؟ مشاكل. تكلم، ما هي المشاكل اللي عملت لي؟ المشاكل، المشاكل، صداع، صداع. صداع فاش؟ صداع والو، قراب من القربالة. ديما القربالة، ديما المشاكل الأسباب، الأسباب. القربالة ما كاينش تفاهم، صداع. كاينش تفاهم، صداع، الله المستعان. صداع. صداع. الله المستعان. ولكن هو يتفاقس معاه، هو خطير، هو خطير. هو خطير، ما يتنازلش على المرة ديالو، ما يتنازلش. خطير. كيفاش كتعامل مع مرتو؟ كيفاش كتعامل معاه؟ مرتو كيفاش كتعامل معاه؟ تكلم.
مرتو كيفاش كتعامل معاه؟ ها؟ رونها 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 كترونها انت كتفسنها باش تأذيه باش دير المشاكل. قال لك انا كنأذي الزاوية كنرونها وهي ما عارفاش باش تفسنها السيد ترونه في حياتي. الله المستعان بيوت أسرار يا الله. كترونها كيفاش كترون مرتو؟ شبه مبين عظيم اختبأ في 9 سنوات. الله كيفاش دخلتيه؟ كيفاش دخلتيه؟ دخلت صوب راس حمار بالجمجمه والسحورات. شكون اللي دار السحور؟ والسحورات. شكون اللي دار هما السحورات؟ ولا ام ديالو هي العدو ديالو ولا ام. وعلاش علاش الام ديال العدو ديالو؟ ما فهمتش. ام ديالو راه شنو نار خطير خطير. شنو دارت له؟ شنو عملت له؟ شنو عملت له؟ اشنو عملت له الام ديالو؟ اشنو عملت له الام ديالو؟ نعوذ بالله. استورات مع المرا ديالو خاصهم يتفارقوا هاد الزوج ما خاصهمش يبقيو ما خاصهمش يبقيو اصاحبي واش انت ما كتفهمش ولا شنو اصاحبي؟ شنو البلية ما يبحث عياه أعطوا العهد أنهم خصهم يفرقوه مدة 9 سنين وهم كيسعوا بالليل والنهار. الله المستعان. السورات أصاحبي أنت السورات. أش من السحورات اللي عملوا اليوم؟ احكي لي الأصحاب عملوا اليوم شنو هي؟ السورات عباد السورات. الله المستعان. السورات السورات. بهاد السحور 9 سنين أنت كتخلي الحياة جحيم. المشاكل القران النايده ما كاينش لا لا عيد لا مناسبه القران النايده الحرب العالميه كاين. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا كنشوف الزوج طيب والزوجه طيبه تكلمت معايا قبل الجلسه كتوصي على راجلها وتقول ما عارف شنو وقع لينا وديما المشاكل ومرض وغيره عليه وكتخاف عليه ولكن ملي كيتلاقاو العذاب والجحيم اسير. الله المستعان. الله المستعان الله المستعان. شنو عملتي للابناء ديالهم؟ شنو عملتي للابناء ديالهم؟ شنو عملتي للابناء ديالو؟ انا ديالو وانا لا هذوك ابرياء مساكن هذوك هذوك فين وهذوك ما عملتي لهم والو؟ هذوك وين مساكن هذوك مقدمين هذوك مقدمين والامراض اللي كتجيهم؟ هذوك مقدمين هذوك مساكن هذوك مقدمين هذوك ثعبان البدو هذوك مقدمين ساكن مقدمين. قل أشهد أن لا إله إلا الله. نعم أشهد. أشنو كتقول؟ أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وحتى تقول قل أعاهد الله أن لا أظلمه وأن لا أظلم زوجه وأبناءه. نعم وعاهد الله نتعاون معه على الخير والبر
قل آل الله على كنت يهودي ونصراني؟ نعم يهودي 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 أنا بوجد يهودي أنت تجد أن عشق الناس عداوة الذين أعلم نعم وانا كنقول لك يهودي على بوجده يهودي قدموا لي الذبح والدم يعني اسمع يعني انت من يصنع له السكري لا السكري انت من يؤذيه سكار نعم سكار طلع السكار طلع امه طلع اصاب لماذا؟ خليه يتعذب خليه يتعذب خليه يتعذب خليه يتعذب الله يعذبه في صحته في نفسيته ويخلي الزوجة يوسوسها باش تآذي الزوجة تحزنه دائما وما تسمعش منه المشاكل في مرضي الوليدات يعني الجحيم الربالة ها؟ العذاب سعير العذاب سعير يا سيدي العذاب سعير الله المستعان الله المستعان شنو قلت لي؟ ماذا قلت الآن؟ شنو بيتي عندي؟ قال لي شنو بيتي عندي؟ قلت لي الخير والله يا شب هذا من أرجول الإنس والجن الخير كله مفهوم؟ نعم نرجو لكم الخير كله أي خير 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 درتي تفرات التريق عديري فيينا شنو نحلي يعني؟ يا درتي تفراسك هنايا بقيتي اديري بحالاش مثلا شنو قصدتي مثلا شنو قصدتي مثلا وما قصدت والو انا يعطيني ابتسام لا غاول لي ولا غير والله العظيم كسبك ابتسام انا راه مصلحتك لا غاول لي شنو قصدتي بخير ما تجيش فراسك والله مصلحتك والله العظيم ما كنسمع لك اشوف الحكمه ناخذها من اي مخلوق عيني خاطر ابتسام وبالله تبقى معايا شنو قصدتي الخير ما درتوش في راسي انا فهمتك شنو قصدتي ولكن بين ليا لا وبين ليا عيني خطرتي ساع اشنو قصدتي وحنا يا مصالحين اخويا اش بغيتي عندي ولكن لا جاوبني دابا اسمعني واش اذيتك واش اذيتك واش اذيتك قدر ريا قدر ريا انت كتحوز عليا واسمعني لا كطحتي واحد مسألة واسمعني طحتي مسألة مهمة قلتي الخير نديرو فراسي اسلامي ديش مهمة تقولي شنو هاد الخير اللي مديش فراسي شنو هاد الخير اللي خاصني نديرو فراسي ياك مثلا كنعاني بحالك وما عارفش الله اعلم ايوا ملي رميت الرمية خاصكم تأكد منها توضيح الواضحة حتى فهمت يومك مشكلة في التحقيق ماذا قصدت بقولك الخير في راسك الحمد لله في نفسي كل خير بفضل الله كنتظر الجواب انا انتظر الجواب تسمعني سؤال ليس له جواب وعلاش طرحتيه انت علاش جات السؤال درتيه مني ما عندكش الجواب عطيني الابتسام ولك تعرف شي حاجة أنا كان أنا ودني طلقها لك وقري أخويا وقري عطيني الابتسام باقي أنا مصلحتك أنايا باقي كنأكد على السؤال ديالي علاش قلتي هذه الكلمة الخير ديرو في راسك شنو قصدتي بها أنت الله في راسي زعما تدخل سوق راسي زعما خرصك إلا كنت كتحسب بيا هادشي راك غلط راه خاصنا نتعاونو على الخير علاش ما بغيتيش المشاكل ديال العمر انت دير في روحك اصاحبي تمالك مالك يعني نبعدو على هادشي نخليو الناس في مشاكلهم يعني يهتم بامورك الخاصة والعامة ونسعى لك الناس توليتي قاضي وكيفاش درتي لي زعما نسأل الله تعالى يرحمنا بالنصر توليتي قاضي ولا كيفاش اصاحبي انت كي وليتي قاضي ولا
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا جميعا آمين من كل عين وحسد ونفس خبيثة وسيح الوداء كل شيء ومن كل شيء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم ادعوني أستجب لكم. قل لله تعالى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. وعاهد الله ألا أظلمه ألا أؤذيه ألا أمرضه ألا أفرق بينه وبين زوجه ألا أمرض أبناءه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم واحد انتم في البدن؟ انت الثعبان اليهودي الكبير. من معك؟ معك حيات، عاشقات، خادمات، ساحرات. طيب يعني في 9 سنين تسحروا مرة، صح ولا لا؟ يعني في 9 سنوات تسحروا بزاف، سحر اكثر من مرة في 9 سنوات. من معي هناك من تحبه وتعشقه تضم إربه وشهوته وعورته تضعف إحساسه حله وفراشه حية الصفاء فاقع اللون تصف الناظرين هي من كانت تطالع ويراها في المنام صفاء فاقع اللون تصف الناظرين حية صفراء صفاء يراها مع ثعبان أسلف المنام سمم الثقاف بالربط والسكري لا السكري والبعد عن الزوج والمشاكل مع الزوج تسع سنوات معاناة وعذاب شقيمة سعيد صحب لا الله أكبر كبير سحر الأم سحر القريبات والأم ديالو هي ما تكون ساحرة تكون الأم كتسحر سواء كانت أم الزوج أو أم الزوجة في البيت مصيبة هذه أو أخوات الزوج أو مصيبة لما تكون أسرة التي يجب أن ترحم وتجمع وتحب هي تشكك وتفرق صعب جدا أم ديالو العدو ديالو لماذا؟ وش هو ماشي بر بها؟ أم ديالو هو بر بها مسكين عزيز عليه إيوا علاش كتعمل له هذا الشيء؟ لماذا؟ هي أنانية بزاف اللهم استهلا وأعوذ بالله هي أنانية بزاف وعصبي بزاف علاش عصبي؟ لأنه ما كيسمعش في الحق ديالو هويا هو كيبغي الحق اللهم انتقم من الظالمين من سحر سواء كانوا آباء أو أمهات أو أقارب أو إخوات اللهم اشفي أركانهم اقطع أنفاسهم وسلطهم العذاب والفتن والمحن كما عذبوا الأبناء أبناءهم وبناتهم كما عذبوا أبناء الناس وبنات الناس اللهم سلط عليهم من يسوء العذاب
بأن استحراق كفر بالله سير عذاب. نسأل الله جل وعلا من كان حيا فيهم أن يعذب، ومن كان ميتا يحق أن يعذب. لأنه ولو تقول لي البراءة نبرأ إلى الله عز وجل من الكفرة والصحارة، سواء كانوا آباء أو أمهات، سواء أبناءنا وأمهاتنا أو سواء آباء وأمهات أزواجنا، أو سواء كانوا عائلتنا وأقاربنا، دين الله عز وجل. لأنه هو الإبن كيتعذب الآن بسحر أمه باش تملكه، وقد يعذب بسحر أمه زوجته، الله أعلم. لكن هنا الآن القصة عندنا هذا السحر، وفعلا وجد سحر موجود حقيقي، جمجمة ديال الحيوان، وعنده السكر الآن والثقاف، وما زلت تكلمت معايا كتشتكي كتبكي وكتعذب، وباغى زوجها، هو باغي زوجته، كنسمع انه باغي زوجته هنا، هي في التليفون باغي زوجته، ولكن ما كيتلاقاو. العذاب الحرب العالمية، شنو المصيبة هذه؟ والأبناء كذلك مشاكل، شنو المصيبة؟ السر شنو هو؟ وحدة ما حملتش مرفوضة، سحرها أم الزوج، باغا تحكم الراجل ولا باغا تطلقه، سحر. وفي النهاية كيلقى السحر دائم إلى عداوة، كاينش بياض ولا محبة، كيولي في الآخر عداوة، دائما العداوة. أما لو بني من الأصل من الأول على العداوة فهي حروب والعياذ بالله. لأنك تلقى شي بيوت الخير موجود مدفق والأخلاق كاين، ولكن ديما كاين حروب، علاش؟ ما فاهمينش. كاين تابع تابعين ومسحور، شي حاجة مخبعة، الله المستعان. والنهاية ماذا؟ الفراق والطلاق والأبناء. أول البيوت تبقى صابرة على الجحيم، كما قالت الزوجة سنين صابرين، الله المستعان. والآن السر كيبان، الله عز وجل يجعلنا سبب في كشف الغمة وفي عصب السعادة وجمع الشمل للمسلمين والمسلمات. نسأل الله تعالى يوفقنا لكل خير، آمين. حيا أسلمي لله كما أسلم الثعبان، أسلمي لله كما أسلم الثعبان، أسلمي لله كما أسلم الثعبان. هي الثعبان تتكلم عنها أنت هذا الذي كان تكلم قبلك، كان يحدث. هي الثعبان تتكلم عنه يا هذا. من أي الآن؟ نعم أنا معك حية من الحياة. باش دخلتيه؟ السحر طبعا يا هذا، نعم انت تعرف. اش من سحر؟ اش من سحر دخلتي به؟ اش من سحر دخلتي به؟ سحر التفريق. باش تصوب؟ باش تصوب؟ سحر التفريق ولا غير التفريق. طيب الاصحاب كلهم صنع في التفريق، نعم، بماذا صنع على السحر الذي دخلتي به انت؟ سحر صنع باش؟ اش من سحر دخلتي انت؟ باش تصوب؟ سيحي خاتي بنتي الحية بصوبه، بماذا صنعته؟ الجمجم، الجمجم ولا غير الجمجم، كلهم دخلوا الجمجم، كلهم دخلوا الجمجم، الجمجم بالكلب، جمجمة كلب، الكلب والكلب والكلب، يبقى كلكل مع زوجته، كلكل كلكل تبقى حياته مع زوجته، النباح كلاب بجوج بجوج، هي تنبح حلوة ينبح عليها، نعوذ بالله. هو فعلا وجد جمجمة الكلب، قال حتى تكون يكون مع زوجه ينبح كالكلب وهي تنبح عليه كالكلب، حياة كلاب في بيت هم هي بريئة وبريء، لكن تبقى ينبحوه انبح النباح فقط في البيت، حينما تصبح البيت مباح، الصراخ، العويل، عدم تفاهم، حياة كلاب، والعياذ بالله، نعوذ بالله. اطلقنا نمشي وصاحبي اطلقنا نمشي. اللهم انتقل من الصحراء وش الأركان، اللهم انتقل من الصحراء وش الأركان، اللهم عزيزهم وقطعهم فاسهم واظهر لهم فيهم، اظهر لنا فيهم علامات جليات ظاهرات واضحات في اليقظة وفي المنامات. قتلونا قتلونا المشعوذين والمشعوذين، نعوذ بالله من شرورهم، جعلوا حياتك سحر في الكلب باش يبقى كل كلب ينحل ومرته تكذب عليك الكلبة، وكن نعاس كالكلاب، وكلنا يعلم كيف يأتي الكلب الأنثى، يعني لا حب ولا ود والعياذ بالله، يقضي إرضه وينتهي، فهمت؟ ولا شعور عندها ولا إحساس، وعمر شي واحد شدني بالدفتة، الله جل وعلا يوفقنا لطاعته وأن يستعمل في الخير. أنت خطير وما أدراك ما خطير. الله يوفقنا لكل خير.
أنت خطير جدا خطور، أنت خطير. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير. خطير، نعم أنت خطير. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير. ماذا سيوفقك يا آدم؟ ماذا ستتوفق؟ ماذا؟ أنت لن تتوفق في أي شيء. لماذا؟ لأنك فاشل. فاشل انت فاشل. وين قلتي ما كاينش اللي يحكمني قدك انت؟ انت فاشل واكبر الفشلاء. لماذا اخي لماذا فاشل؟ نعم نعم انت سيد الفاشلين. الله الله الله، انت سيدهم واكبرهم. واسال الله اقول لك هذا واتم لك هذا بالبرهان والدليل. طيب بين لي بين لك ماذا؟ أعطيني شيء فاشل فيه أنا يا فاشل. في الرقية في صعود الجن وتكلم عن ولدك فيه أصابي فرق من فاشل في ماذا؟ في فعل الخير فاشل ماذا؟ أعطيني فاشل فاشل نصحني وجهني ارحمني وجهني. نصيحة لا تفيد لا تفيد إن شاء الله تعالى. أعيدك أنها تضع أنك تضع في محلها. معك النصيحة إنما تفيد معك النطيحة إن شاء الله. علاش؟ هل أذيتك؟ وش أذيتك؟ نعم أذيتني أنت كثير كثير. والله ما أذيتك، أشهد الله أني ما أذيتك. يا أشهد الله أني ما ضربتك ما مسيتك ما أذيتك. جدا فاش ما مسيتك ما أذيتني كنتكلم أصاحبي. ودك على هادشي كتقول لي فاشل أسيدي من أذيك؟ أنت فاشل وسيد الفاشلين. نعم، وإذا كان الفشل هكذا فأنا أعتز به. إذا كان الفشل في الحلم والرحمة والحب والخير والدين والصلاح فأنا أعتز به. ولعنة الله على السحر وعلى الظالمين. لعنة الله عليهم أجمعين. آمين آمين آمين. قد عذبونا. عذبونا صح، صدقت وربي. فلعنة الله عليهم أجمعين. أبناء السحرة المجانين عذبونا أحزنونا أمرضونا. أحبونا يا صديقي. إن شاء الله نصبح أحبة وإخوة في الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم ارحمنا بها واشفنا بها وارفع قدرنا بها وانصرنا بها وجملنا بها. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم انصرنا نصرا عزيزا. آمين اللهم آمين. اللهم انصرنا. اللهم طهر أبداننا من الشياطين وبارزة ومرضة الكفر يا رب العالمين. اللهم طهر أبداننا من الحيات والثعابين. أمين يا رب العالمين. اللهم طهر أبداننا من كل مس ومن كل جن ومن كل شيطان يا أرحم الراحمين. اللهم طهر أبداننا من أعين العائلين وحاسد الحاسدين ومكر الماكرين وكفر الكافرين يا رب العالمين. اللهم طهر أبداننا، اللهم طهر أبداننا من الكفر ومن الفسق ومن الفجور ومن العصيان يا رب العالمين. اللهم طهر أبداننا، اللهم طهر أبداننا، اللهم طهر أبداننا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اشفي عيالنا، اللهم اشفي أمراضنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا واسعد أيامنا وباركنا في أقواتنا وأموالنا وأرزاقنا يا رب العالمين. اللهم ربنا تعلم ضرنا وتعلم داءنا وتعلم ربنا من سكن جوارحنا وأبداننا. فاعلم من آذى عوراتنا وسوآتنا وجمالنا وعيوننا وأبصارنا. اللهم إنك تعلم من أحاط بنا من عقد ونفذ حولنا وداخلنا. اللهم اثنى عنا شيئا بشيء. نباحه صعد، نباح الكلب فصعد الكلب، رأس القطيع رأس العمامة ورأس العصابة
شعابين وحيات خدام، لكن بسحر الكلاب صعد الكلب ينبح كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. جعله كالكلب يلهث على زوجه ويلبح عليها، وجعل الزوجة تلبح على زوجي. حياة كلاب وبيت كلاب وجماع كلاب. واثق مني وجل الله المسؤول. اللهم ارحمنا برحمتك. واثق مني يا صاحبي. اللهم ارحمنا. واثق مني يا صاحبي. اللهم ارحمنا. واثق مني. تسخيتي تسخيتي. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم عليك بالظالمين وإن كانوا أقرب الأقربين. اللهم من